مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآيات الثلاث من سورة العنكبوت يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للناس، لأنه تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس، والعبرة والفائدة من ضرب الأمثال تفهيم الناس المراد من هذا المثل. وقال المفسرون رحمهم الله إن الله تعالى لا يضرب الأمثال إلا في الأمور الكبار والأمور العظائم، في أهم الأمور. وده فيه فائدة يستفيدها الداعية إلى التوحيد، وهي في دعوتك للتوحيد لابد أن تضرب الأمثال للناس، لأن التوحيد أعظم الأمور العظيمة على الإطلاق وأجلها وأكبرها، ولأن الناس يحتاجون إلى فهم التوحيد قبل فهم الصلاة والصيام والزكاة والحج والوضوء والطهارة وغيره من العبادات. فبالمثل وبالمثال يتضح المقال كما يقال، فتضرب للناس الأمثال. ودائما الحاجة اللي فيها مثل مضروب ما بتنسى، الزول ما بينساها بسهولة، لو فيه مثل أو فيها قصة بتعلق في الذاكرة وما تنسى بسهولة وتكون سهلة الفهم والتناول. وكذلك الأمثال يا جماعة ليس المراد منها الممثل به، هنا ربنا مثل بالعنكبوت، إنما المراد هو الشيء الممثل له. ربنا مثل بالعنكبوت وأراد من يدعو ومن يعبد غير الله، ربنا أراد دين. فإنت ما تمسك الشيء المثل وتقوم تفلفل فيه وتترك الشيء الممثل لأجله، تترك التوحيد والكلام في التوحيد. زي واحد اسمه محمد الأمين إسماعيل، دكتور بيجيبوه التلفزيون، ذكر الآيات دي في التلفزيون، ربنا ضرب المثل بالعنكبوت عشان يوري الناس جرم وخطورة عبادة ودعاء غير الله. ده الموضوع أصلا، ده خلى دعاء غير الله، لأنه طبعا ده يخم الناس ويخلي الناس يلتفوا حوله ويبقى مشهور. مسك العنكبوت رجلين العنكبوت، عنده 14 كراع و15 أضان، ده ما الموضوع يا بليد، الموضوع هو الممثل لأجله. ربنا ليه مثل بالعنكبوت ضرب مثل؟ لأنه في موضوع أهم من العنكبوت وأهم من أم العنكبوت ذاته، اللي هو التوحيد والعقيدة. خلاص؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في هذا المثل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ومعناها الناس اللي اتخذوا لهم أولياء. شوف ربنا سماهم أولياء، شفت كيف؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الناس اللي اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أولياء يعتقدوا إنهم بيرزقوهم وبيدوهم الجنة وبيدوهم الولد وبينزلوا لهم المطر وبينفعوهم وبيضروهم وبيعلمهم اليوم الغيب. ربنا قال اللي اعتقدوا في الأولياء كده ديل مثلهم زي شنو؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. والعنكبوت من أضعف المخلوقات، بدليل إنك لو شلتها كده من السقف
وعفصتها بصباع واحد أو صباعين بدي تفتت وتتهرس. وده فيه دليل على إنه الزول اللي بيرجو غير الله وبيتمسك بالشيوخ والأولياء ده ضعيف كضعف العنكبوت. عشان كده ربنا هنا قال يا أيها الناس سورة الحج ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ربنا قال ضعف الطالب اللي بيطلب غير الله وبيطلب من الأولياء ويخلي الله ويعبد الأولياء ويخلي عبادة الله. ربنا قال ده ضعيف ضعف الطالب. والمطلوب اللي بيطلب ده الوالد ذاته ضعيف. وهنا ربنا قال اللي بيطلب غير الله ويتخذ من دون الله أولياء قال مثله ذاته كمثل العنكبوت. أهل العنكبوت عمل شنو؟ اتخذت بيتا. ونستفيد يا معنا فائدة تطمنك برضو أنت كداعية. إذا نظرت لك أو ناقشت لك صوفي يعتقد في الأولياء إنهم ينفع أو يضر ما تخاف منه، لأنه ده ذاته مثله كمثل العنكبوت ضعيف. زي ما أنت ممكن تمسك العنكبوت تفتته، ممكن تمسك الصوفي بآية واحدة بس تفرتقه حتة حتة. عشان كده ربنا هناك قال إنه ديل ما عندهم حجة ولا دليل وضعاف وما عندهم برهان. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، ربنا قال شنو؟ لا برهان له به. شوف الحتة دي خدت حتة خط. أي زول يدعو غير الله ويعبد غير الله ويأصل للناس الشرك ويأصل لهم عبادة غير الله، الله قال لا برهان له به هناك. وهنا قال كمثل العنكبوت، وفي الحج هناك قال ضعف الطالب ضعيف ما يخوفك. أي صوفي يعتقد في غير الله، عرفت كلامي؟ ده ضعيف. ودي الأمثال ربنا ضربها فيه وعنه. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وبيت العنكبوت من أضعف البيوت. عشان كده ربنا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ليه من أضعف البيوت؟ قالوا لأنه ما بيقيها من الحر ولا من البرد ولا من الشمس ولا من المطر ولا من العدو ولا من الخوف حتى. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وهنا بيت العنكبوت ده شنو؟ ده الزول الولي اللي انت بتتمسك به من دون الله، زي بيت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أي زول تتمسك به، تمسكت بالبرعي، تمسكت بالمكاشف، تمسكت بالصابونابي، بالصايم ديما، بغيره، الله قال ديل ضعاف كضعف بيت العنكبوت. وهناك ربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عباد أمثالكم، البرعي عبد زيك، ما تخاف. ونحن ما نبذنا يا جماعة، ما قلنا هنا على أمه ولا قلنا هنا على أبوه ولا قلنا هنا على قبيلته، نحن قلنا هو ضعيف زي ما ربنا قال هو ضعيف. شفت كيف؟ عباد أمثالكم فادعوهم. أمشي أدعوه، مش الميت ده، أمشي أدعوه في القبة. الله قال فادعوه. إذا ما مصدق كلام الله، ربنا قال لك فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم تكيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ده التوحيد كده يا جماعة، خلاص؟ طيب بعدك الآية البعدية طوالي، ربنا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال الله تعالى، شوف القرآن ده مرتب ترتيب ما يستطيع أحد على وجه الأرض أو تحت الأرض أو فوق الأرض يأتي بمثله أبدا. الآية البعدية طوالي في سورة العنكبوت، ربنا قال إن الله، عليك الله اسمع الكلام ده، والله الكلام ده ما دلوك تنشرح. إذا قالوا لك ساكت المفروض تدع الحجاب وترفس القبة، عرفت كلامي؟
وتجدع الدلقان الأخضر وتبقى زول موحد، بس إذا قروا لك بالذات الآية دي، لأنه دي فيها مثل، وإذا كان شيء ضربوا لك فيه مثل ووضحوا لك بالمثل ما فهمتوا تاني تفهم شنو أنت. قالوا السلف زمان لما نقروا الآيات الزي دي بالذات الآية دي وما يعقلها إلا العالمون، كان يبكوا، يبكي الواحد يقول أنا إذا ما فهمت أنا ما من العالمين. وأسي يقروها الصوفية في الجوامع الإمام تلقيه الطوطح يحاكي لك الزين داك يعمل كده، وجماعة الطوطح ورا تقول جنة الأطفال ولابسين حجبات وتمايم ويتوكلوا على غير الله ويعبدوا غير الله ويكذبوا على نفسهم، يقول لك ما بزول بيعبد غير الله، أنت قاعد تعبد غير الله، مش لابس حجاب عبدت غير الله أشركت بالله، مش قاعد تدعو الميتين عبدت غير الله. العبادة ما هي الصلاة بس، يعني تفرج المصلاية تقول نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة العشاء للشيخ عبد الرحيم البرعي الله أكبر، دي ما العبادة براها يا أخي. الدعاء عبادة، والرجاء عبادة، والتوكل عبادة، والخوف عبادة، والخشية عبادة، والإنابة عبادة، دي كلها عبادات. العبادة ما إلا الصلاة بس، بدليل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو يا جماعة، قال الدعاء هو العبادة. زول ده عليه ميت عبد الميت، يلا ربنا قال في الآية البعدية، شوف الكلام ده واضح كيف، ربنا قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وفي قراءة إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. يعني شنو الكلام ده، ربنا قال هو يعلم إنه اللي بتدعوهم من دون الله ديل كان برعي كان كباشي كان مكاشفي سمي ما شئت، الأسماء ما مشكلة سمي ما شئت، الله قال ديل ليسوا بشيء. ده معنى الآية كده بالمناسبة، أرجع أي تفسير يعجبك على وجه الأرض من كتب السلف تفاسير المعتمدة، الله قال اللي بتدعو من دون الله ده ليس بشيء، ما عنده حاجة. هسه لو قلنا البرعي ما عنده حاجة الناس يشاكلوا ويكركوا، الله قال ما عنده حاجة. أنت رأيك شنو في كلام الله؟ ربنا قال إن الله يعلم ما يدعون، وفي قراءة ما تدعون، قالوا قراءة ما تدعون دي تفيد شنو؟ قالوا تفيد أنها تخاطب كل زمان وكل إنسان يدعو دون الله في كل مكان وزمان، بتخاطبك أنت يعني. إن الله يعلم، عشان ما تقول القرآن ده دي آيات نزلت في المشركين زمان، العلماء قالوا قراءة ما إن الله يعلم ما تدعون بالتاء دي بتخاطب أي زول مباشرة لو دعا غير الله. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، ما يدعون من دونه من شيء، ربنا بعد ما قال الجماعة ديل والأولياء ديل ما عندهم حاجة مع الله، بعد ده يقول لك الشيوخ مالكين الكون، مش كده؟ زي ما جاء في كتاب سراج السالكين صفحة 113 و116 كرر القصة مرتين، قال إنه ربنا ملك الطيب البشير وأحمد الطيب البشير الكون كله، السماوات 7 ده الكون كله طبعا، والأراضين 7 والبحار والجبال كله ملكوا للشيخ ده 33 سنة. بعد 33 سنة الشيخ السمان الصوفي ده رجعوا لله وما نقص منه جناح بعوضة. ربنا رد على الكلام ده قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما عندهم حاجة، الله قال ما عندهم شيء خالص. بعد ما ربنا ضعفهم وبين ضعفهم قال وهو العزيز يعني القوي. لكن احيانا من الناس من البشر زول يكون عنده عضلات قوي لكن بليد مخ ودمك، الله قال الحكيم مع قوته شنو يا جماعه، مع قوته شنو، حكيم سبحانه وبحمده. بعد ذاك ربنا قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. دار تعرف نفسك عالم بالامر الذي ضرب به المثل اذا فهمت المثل وعملت به ومش فهمته ساي ودعيت له وصبرت على الأذى فيه. ونقدم الشيخ أحمد البدوي حفظه الله تعالى. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.